أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة لودا جي تي في ومتتبعي ومستمعي لودا جي غاديو. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من زاوية 90، البرنامج الذي يناقش الرياضة وارتباطها بباقي الحقول المعرفية. ونحن نعلم أن اليوم الرياضة وحقول المعرفية كعلم قائم الذات أصبح يناقش العديد من القضايا وعديد من الشؤون، يعني قريب من الشؤون الثقافية والعلمية والاقتصادية في مجال الرياضة. اليوم عنوان الحلقة مرتبط بالنظام الغذائي في المجال الرياضي، ونستضيف أحد الخبراء في المجال اللي هو الدكتور لطفي الزغاري. دكتور لطفي الزغاري هو باحث في علوم الرياضة والتغذية، أستاذ التعليم العالي بمعهد العلوم الرياضة بفاس، حاصل على جائزة أحسن باحث في علوم الرياضة بإفريقيا سنة 2019 بالمسابقة المنظمة من طرف كونفيجيس بداكار بالسنغال، ثم هو اليوم يشغل عضو في اللجنة التكوين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. دكتور لطفي الزغاري، مرحبا بك اليوم في زاوية 90. جزيل الشكر أستاذ أحمد، أنا اللي كل شرف أنني نبان معك اليوم. احنا أصدقاء، هضرنا بزاف ديال المرات، واليوم عاد كتبت أننا نشارك معك في البرنامج. الجميل في الأمر ولا في الجميل في البرنامج هو وتبارك الله عليك تأخذ لي دوبل كاسكيت، الكاسكيتة ديال الإعلامي والكاسكيتة ديال الرياضي، داكشي علاش غيكون الحوار شيق ان شاء الله. بطبيعة الحال نحن نأمل ذلك. أسرت في صغري قبل ما ندخل في الموضوع اللي هو مرتبط بالنظام الغذائي بالنسبة للممارسة الرياضية، عندي واحد السؤال يعني بسيط ولكنه في نفس الوقت هو عنده واحد حمولة كبيرة، هو الجائزة ديال أحسن بحث علمي في مجال يعني التغذية الرياضية أو علوم الرياضة بداكار. يعني هاد الجائزة شنو كتشكل لك اليوم أنت كباحث في المجال وكعضو باللجنة ديال التكوين التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟ صحيح، دونك الجائزة اللي كنا حصلنا عليها في 2019 في واحد لو كونكور منظم واحد لورغانيزم سميتو لا كونفيجيس، دونك سيتي في 2019. دونك شاركنا بواحد ثلاثة الأبحاث العلمية اللي كنا يلاه نشرناها عندها علاقة مع التدريب الرياضي للمستوى العالي، وكذلك مجموعة ديال الأبحاث اللي كنا شاركنا بهم. ألوغ شنو كتمثل ليا هي، ما نكذبش عليك، أحسن اعتراف ولا أحسن كنسميوها اون ريكونيسونس، لا ميور ريكونيسونس بالنسبة للباحث، هي شي اعتراف بالأبحاث ديالو أنها أبحاث اللي عندها قيمة عندها. دونك وهادشي كيعطيك واحد الحافز ديال أنك تزيد. حنا كنعرفوا أنت باحث وأنا باحث، كنعرفوا المشاكل ديال البحث العلمي، كنعرفوا أننا كنقلبوا على واحد الاعتراف، كنقلبوا على واحد ديال العون باش نقدروا نزيدوا نبحثوا. دونك كان هذاك الاعتراف، وخصوصا اعتراف إفريقي، وكان كان حافز اننا نزيدوا لقدام. الوغ هذا الاعتراف هذا عطاني بعدا، حيت صراحه ما كانش غير عمل ديالي بوحدي، دونك حنا كنا كفريق بحث غير واحد، انا اللي كنت شاركت هو اللي انا اللي كنت خرج زعما خرج بالاسم ديالي. دونك واعتمدت على هذاك الشيء اللي كنا درناه باش نحاولوا نستقطبوه باش نقدوا ننشروه هنا في المغرب مثلا، ونقدوا ندخلوا معنا فاعلين مغاربه، حيت كما كنقولوا درنا بحث علمي ونشرناه في مجله محكمه وخدينا به جائزه. دونك نحاولوا هذاك الشيء اللي خدمنا به نقدوا نشدوه ونطبقوه على ارض الواقع. وكعضو في لجنه التكوين بالجامعه الملكيه، راه حتي اللي كنحاولوا نديروا في مجموعه ديال الاجتماعات اللي عندنا، كنحاولوا نربطوا ما هو علمي بما هو تطبيقي. طبيعي دائما في مجال البحث العلمي، سيتفق قبل ما ندوزوا لاول محور في اللقاء، هو هذا المجال ديال البحث العلمي خدا المكانه ديالو الحقيقيه في تطوير الرياضه وبشكل كبير. واليوم كنعرفوا على ان مجموعه من التخصصات دخلت المجال الرياضي وعطاته واحد النكهه، ولكن ساهمت في تكوين الممارس والدفع به حتى يوصل لواحد المجال متقدم في الممارسه الرياضيه. اليوم هل نحن فعلا في حاجة إلى البحث العلمي في هذه المرحلة بالذات؟ نحن في حاجة للبحث العلمي في نظركم؟ باش نطوروا رياضة، دابا حنا كنعرفوا الأبعاد ديال الرياضة، الممارسة الرياضية ولا الإنجاز الرياضي، حيت دابا اللاعب أو الرياضي كيقلب على إنجاز رياضي، الجامعة اللي كتحتضنه كتقلب على إنجاز رياضي، والدولة اللي كتحتضن هذا اللاعب هذا وهذه الجامعات هي كتقلب على إنجاز رياضي. إنجاز رياضي عنده معايير اللي خصنا نعتمدوا عليها، وعندو سكون ابي لي فاكتور لا بيرفورمانس سبورتيف. دونك هاد لي فاكتور كاين بزاف الانواع، دونك ما يمكنش نطوروا الرياضه بدون ما ندوزو هاد المعايير، وهاد المعايير ما يمكنش نطوروا الا ببحث علمي. قلتي واحد القضيه ديال ان البحث العلمي تطور، حاليا مازال ما كنشوفش انا داك التطور اللي كنطمحوا ليه حنا كباحثين، ولكن بور لانستون لينا داخل المغرب، داخل المغرب مازال عندنا تعثرات، مازال عندنا فرق كبير ما هو تطبيقي وما هو بحث علمي. مازال ما كنثقوش شي شويه في الباحث فاش كيجيب لنا شي ابروش جديده خدم عليها مع اعضاء المختبر ديالو، وجاب لنا الناس اللي غيطبقوا، مدربين معدين بدنيين باغ اكزومبل، كتلقى مازال شويه داك
التخوف من شي حاجه جديده وهذا الشيء عبر الازل اي حاجه جديده كنخافوا منها. الوغ كنظن ان الانجاز نرجعوا للانجاز ديال المنتخب الوطني المغربي في قطر دونك هو اللي عطانا داك لو ديكليك فهمنا ان وليد الركراكي كيبان ان الانسان يحترم التخصصات دونك جاب ناس اللي ما عمرنا كنا كنشوفوهم جاب اناليست فيديو وجاب هادي وعطى لكل واحد دور دونك البحث العلمي راه هو هذا البحث العلمي هو اللي غيساعدنا في تطوير الرياضه بي 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 بالمرور مجموعه ديال العوامل ديالها دونك ما هو تغذيه ما هو اعداد بدني ما هو تدريب دونك بلا بها بلا تغذيه بلا 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 بحث علمي ما يمكنش نطوروا. وانا ديما كنهضر لهم انا شويه اناني بحبي للمغرب كمغربي هي كنقول خصي يولي عندنا بروفيل مغربي رياضي مغربي خصنا نشوفوا مثلا نصوبوا البروفيل لو بروفيل ماروكان ديال المغربي وعندنا باحثين نقدروا نعتمدوا على الخبرات ديالهم ونصوبوا داكشي ديالنا ما بقاوش كل ساعه نجيبوا مثلا تجربه ديال دوله متقدمه ونجيو نحطوها في المغرب حيت كاينين معايير اللي ماشي بحال بحال داكشي علاش البحث العلمي غيسمح لنا ان نصوبوا قالب مغربي اللي غندخلوا فيه الرياضي اللي غيعطينا رياضي مغربي بمواصفات مغربيه. وصحيح سي لطفي لانه في احدى الحلقات ديال زاويه 90 استضفنا الدكتوره فاطمه فقير وتحدثنا على تجربه داخل العاب قوى بنمط جديد بفكر جديد بحث علمي جديد وطبق على خصوصيه رياضي ديال العاب قوى بخصوصيه مغربيه فريق بحث متميز واللي عطى الاكل ديالو. دونك حنا وصلنا اليوم لواحد المرحله مهمه اللي هي ديال ادماج الحقول المعرفيه في تطوير الرياضه وهو اللي في حق النقاش ديالنا اليوم اللي حول دور النظام الصحي الغذائي في الممارسه الرياضيه والمحور الاول يتعلق باهميه النظام الغذائي كعين قائم الذات في تطوير الاداء الرياضي بمعنى ان اليوم ما يمكنناش يكون عندنا رياضي بدون واحد النظام غذائي معين يحترم الخصوصيه ديال داك الممارسه الرياضيه في داك النوع الرياضي المعين. صحيح لو فاش هضرنا على الانجاز الرياضي عنده عوامل دونك عنده دي فاكتور اللي خصنا نعتمدوا عليهم واحده من هاد لي فاكتور هي التغذيه. الوغ دابا هاد الهضره اللي قلتي ليا استاذ العالمي الا سولت اي واحد في الزنقه اي رياضي غيقول لك اي يتفق معك ولكن واش كنطبقوها ما كنطبقوهاش. ناخذ البطوله الوطنيه نمشيو للبطوله الوطنيه شحال من اخصائي التغذيه كيف فهموا علاش كنهضر على البطوله الوطنيه زعما كره القدم اللي عندها شعبيه كبيره ما هو خصو يكون في جميع الرياضات هذا من جهه. من جهه ثانيه هي ان التغذيه ما كيشوفوهاش كعلم قائم بذاتيه كما قلتي انت لا كتبان لهم التغذيه واش معيشه تاكل شنو غتاكل فاش غتاكل كيفاش غتاكل. الوغ هي ماشي هكاك انا كنقول لهم اخصائي في التغذيه خصك تعرف التغذيه ان فيها عده حقول كاينه مثلا التغذيه العلاجيه الناس اللي كيخدموا في السبيطارات اللي كيعاونوا الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من امراض ولا فقط غذائيه او لما الناس اللي كيعانيوا من مرض السرطانات باغ اكزومبل او عاد كاين التغذيه الرياضيه. التغذيه الرياضيه اغلب الناس غالطين كيسالوا التغذيه الرياضيه هي انا بغيت نضعف ولا بغيت نغلاض لا الحميه دونك لا ماشي هي هذه التغذيه الرياضيه او لا مختص في التغذيه الرياضيه خص يكون بعدا عنده اون فورماسيون تكوين في الفيزيولوجيا دو باز الفيزيولوجي دو سبور خصو كيفهم في لي جيست تكنيك يفهم في لا كومبوزيسيون ديال الجسم باش مصوب ويفهم في البروغراماسيون يعني يفهم في البلاني ديال المدرب يعني البرمجه ديال التدريب يفهم فيها حيت اليوم شنو غنديروا نديروا هاد الحصه التدريبيه فيها متطلبات بين قوسين نسلط فيه باش من هذا لان مثلا قلت لي يحترم التخصص وعنده درايه مثلا حنا في الاعداد البدني اللي قبل يعني الدخول في المباريات او الدخول في منافسه يعني لا بريباراسيون فيزيك افون لو ديماراج لو شامبيونا او بيان يعني لو ماتيان فيزيك في واحد مرحله الذهاب مع مرحله الاياب تيخص هذا المتخصص الاغذيه يكون على درايه تامه بالنوع او بالنوع الغذائي اللي خصو يدار في هذا كتعني كتكمله هذه صحيح خصو يكون عارف شنو كيطرى بعدا في ديك الحاله وكين كيعرف شنو هما المتطلبات ديال الجسم في واحد الرياضه معينه. حنا كنعرفوا دابا انت رياضي وانا رياضي كنعرفوا لي زيكزيجونس فيزيولوجيك دو شاك سبور كل سبور عنده متطلبات فيزيولوجيه ديالو دونك خص هذاك المختص في التغذيه يكون كيعرف بعدا المتطلبات. لا المشكل اللي عندنا هو الارتماع الاختصاص دابا فاش كتقول اخصائي في التغذيه كنا كنتخيلوا شي واحد كيهضر في الانترنت كيبقى يعطي دي ريكومونداسيون لا دونك القضيه اصعب من هذا. الوغ كعلم قائم بذاته راه فاش كنقولوا علم راه فيه بحث علمي حنا انا كنت فاش خديت الدكتوراه ديالي خديتها في مختبر ديال التغذيه وعلوم الصحه اللي كاين في جامعه ابن طوفيل دونك كاينين ابحاث غير الابحاث اللي كنديروا بحكم ان نهضروا زعما واقع دونك حتى الفينانسمون اللي يعني حتى يعني الميزانيه المخصصه للبحث العلمي في هذا المجال كتبقى محدوده. انا كنت ديما كنقترح عليهم الميزانيه مثلا ديال كره القدم هي ميزانيه اللي كتكون اللي محترمه اللي تطور كره القدم علاش ما ناخذوش منها جزء من ذاك الميزانيه ونحاولوا نشدوا به ونديروها سو فورم دو بورس منح للطلبه دكاتره اللي كيوجدوا الدكتوراه ديالهم ونعطيهم بحث يخدموا لنا مثلا ابحاث في مشاكل اللي كنعانيو منها حنا كفرق مثلا فرقه ديال الفتح باغ اكزومبل ولا الرجاء عندها مشكل تجيب جوج ديال الاخصائيين جوج ديال بلوتو جوج ديال الطلبه الدكاتره وندير لهم منحه خاصه من غير المنحه ديال وزاره التعليم العالي ويخدموا ليا في داك دونك شغيولي عندي دكتور
ياك في الاخر دكتور متخصص وكيحل لي مشكل حيت هذا هو لا ريشيرش ابليكي. اما غنخدم انا بحث شحال من 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 بحث كيتنشر كي 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 والبحث اللي تيحترم المعايير طبيعي اكزاكتو. دونك البحوث راه موجوده دونك راه كتلقى واحد واش البحوث غتعاوننا في تطوير الرياضه ما عرفتش شنو غتعاوننا في تطوير الرياضه حيت انا كنقرا بحوث يوميا تقريبا كتلقى كاين ديما انديكالاج ما بين ما هو واقعي وما هو ما هو نظري ومخلط لا تيوري لا براتيك اكزاكتو. كتلقى كاين واحد الفرق شاسع. دونك هنا انا كتبان ليا ان خص لونغاجمون باش نزيدو بالبحث العلمي. ما بقاش دابا على عاتق فاش كنقولوا البحث العلمي دابا كنهضروا على الرياضه ده. البحث العلمي في الرياضه ما بقاش خصو يتحط على عاتق ديال 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 وزاره التعليم العالي. خصهم ينخرطوا معنا حتى جميع اللي تكون ابل موفمون سبورتيف. تجي الكوميتي اولمبيك تجي الجامعه ديال الرياضه المتخصصه ودير شراكات وتعطينا الطلبه باحثين اللي يخدموا في مشاكل اللي كتعاني منها. انا كيبان لي هذا هو الشكل باش نطور. هو الملاحظ يعني منذ مده على ان فعلا كره القدم بدات كتعرف هذه التخصصات سواء على مستوى يعني متخصصين في لا كونديسيون فيزيك متخصصين في التغذيه ولكن خصوصا على مستوى المنتخب الوطني. وحنا تنتبعوا على اساس انه في ذاك الفترات اللي هي مهمه بزاف كتلقاو واحد الاخصائي في التغذيه اللي تيرافق المنتخب الوطني في مجموعه المحطات. وهذا تيبين على انه من هنا لقدام راه هادشي اصبح يعني كيفرض نفسه بشكل كبير. سي لطفي احنا هذه المساله ديال النظام الغذائي الرياضي كعين قائم ذات احنا بغينا كيفيه الادماج ديالو داخل الحق ديال الممارسه الرياضيه لان ولا اليه زعما ولا واحد الاليه حديثه للرفع من منسوب اللياقه البدنيه للممارس وتعطيه واحد القوه بدنيه وقدره التحمل ويعني والتعامل بواحد المرونه في جميع يعني يعني كاع لي سيتوياسيون كيقدر داك السيد يتحمل بنظام غذائي محكم. اليوم هذا الادماج هذا شنو خصو سؤال شنو خصو هذا الادماج هذا؟ اول حاجه خصها هي نعرفوا بعدا الدور الحقيقي ديال التغذيه في الانجاز الرياضي في جميع الرياضات. الوغ التغذيه ما محصوراش غير في شنو نعطيه ياكل باش يدير نشاط بدني. الوغ التغذيه كتخدم على مجموعه المستويات. التغذيه تقدر تخدم كوم ان مويان بريفونتيف. دابا بور لانستون ولينا ولات معروفه في مجموعه الابحاث انه الرياضه الا كان الانسان عنده نظام غذائي غير صحي رياضي كنهضر على رياضي محترف يعني كيدير البطوله كيدير لا كومبيتيسيون الا كان عنده نظام غذائي غير صحي كيكون اكثر عرضه انه يجيو لو بليسيون وكيجيو لي يكون عرضه للاصابات. حنا كنعرفوا الاصابه هي شبح ديال لي زاتليت تقدر تحبس ليه لا كارير ولا تبعدو على الملاعب لمده طويله. الو عاد كيجي ما هو طاقي. دونك التغذيه كتعطيك كتوفر لك ما هو طاقي. وعاد كاينه التغذيه اللي كتجي من مور النشاط البدني واللي هي دابا بور لانستون هي اللي كيهضروا عليها اللي هي لا ريكوبيراسيون الاستشفاء. الو بور لانستون دابا وصلنا في التدريب الرياضي وصلنا تقريبا للسومي وصلنا للحد ديال جميع طورنا تقريبا كل شيء باش نزيدوا بالمنسوب البدني ديال واحد اللاعب على مستوى التدريب والاعداد البدني. دونك ولينا كنقلبوا على شنو هما دوك لي ديتاي صغارين اللي كيديروا الفرق حيت كنقولوا في التفاصيل يكبروا الشيطان. دونك دابا الا جيتي تشوف لا بيرفورمانس دابا اللي ولاو في جميع الرياضات كتلقاهم تقاربوا. دونك شكون اللي كيسبق الاخر ما بقاش ديك الفارق الكبير. دونك هاد لي ديتاي اوتوماتيكمون هو اللي ولاو كيلعبوا عليهم الفروق. وكاين داك التجربه ديال ليفربول يورغن نهار جا قال لهم نهار جديت انا ليفربول كانوا صحاح ولكن شتو ما كيديروش اون بيرفورمانس. فاش جا لا كونسونطراسيون لقاهم حاطين كياكلوا اللي بغاو الحلوه وكياكلوا اللي بغاو. تما فهم ان كاين تما فينا يعيط على اخصائي التغذيه اللي معروفه سميتها مونا مينر وراه دارت واحد لا بيرفورمانس دارت واحد الطفره وتعقل على ليفربول عملي لا بيرفورمانس اللي دارت. دونك هنا اول حاجه خصنا نعرفوها هي نعرفوا الدور ديالها. فاش نعرفوا الدور ديالها خصنا نعرفوا شكون اللي غيجي يقدر يدير لنا هذا الدور ديال الوغ هذا الدور دابا حنا كنعرفوا كاين ما نسميوهش متطفلين باش ما نقلقوش الناس ولكن مجموعه الناس اللي كنسميوهم انا دي بسودو سبيسياليست. فاش كتجي تشوف انت جامعه اولا فريق اللي كيقد يجيب واحد غيدير ليه التغذيه هو ما عندوش تكوين اكاديمي حيت انا كنسطر على التكوين الاكاديمي. التكوين الاكاديمي اللي كيعطيك دابا دايره واحد الهضره في الانترنيت ان لا التكوين الذاتي حسن التكوين الاكاديمي لا خصك تجمعهم بجوج خصك يكون عندك تكوين اكاديمي باش كيعطيك داك لاباز اللي غتبدا عليها عاد كتعطيك. دونك اول حاجه خصنا نستعينوا بالخبراء والخبراء نكونوا واضحين قلالين. دونك خبراء في التغذيه الرياضيه ولا في التغذيه راهو قلالين في المغرب. دونك راه اصلا واخا نخدموا كاع الخبراء اللي عندنا وانتغريوهم في كاع لي زيكيب وفي كاع لي فيدراسيون راه يبقى عندنا نقص. دونك داكشي علاش انا كنقول اول حاجه باش نقدون نستافدوا من هذه الخبرات اول حاجه هي نعرفوا الدور نوليو عارفين الدور. ثاني حاجه نستعينوا بالخبراء ضروري خصني نجيب خبير اللي غيكون عنده امبالماريس عارف شنو كيدير قاري يعني عنده تكوين اكاديمي وغيقدر يدير سكون ابي لا فالور اجوتي غيكون عنده اضافه نوعيه. كما كنقولوا راه التغذيه علم وباش تكون كتفهم في التغذيه الرياضيه خصك كتفهم حتى في الرياضه والرياضه هي علم بوحده. صحيح. وهنا هاد كتكمله هو ان هذا العلم هذا اولا هاد الخبراء هما اللي غادي يعطونا
بطبيعه الحال واحد الاستمراريه وعطانا واحد ليزيليت اللي هما متخصصين في هذا المجال هذا واللي حنا وليدي كنشوفوا واحد الحركه يعني شويه منقطعه النظير في هذا المجال هذا لان كما قلتي ينقصونا التخصص والتكوين في هذا المجال هذا. حنا هاد الخبراء انا بالنسبه ليا تيخصهم يكون عندهم واحد المزيد من البحث العلمي ونوفر لهم الشروط ديال البحث العلمي ونوفر لهم الشروط ديال الاشتغال. اليوم نتوما يعني كمتخصصين في المجال وداخل يعني داك اللجنه ديال التكوين داخل هذا واش ما كتحدثوش على هذه المساله ديال اللي هي اصبحت مساله مهمه وضروريه بطبيعه الحال كتكمله للاناليز فيديو لا بريباراسيون فيزيك لا بريباراسيون مونطال يعني كاع العلوم الرياضيه اللي كتحتاجها الممارس. الوغ باش ما نبقاوش في السلبيه حتى انا كنبان بحال سلبي شي شويه. لا هذا ما نقاش عادي هذا ما هو ايجابي هو هذا الموفمون اللي هضرتي عليه دابا في البحث العلمي حنا ولينا كنهضروا عليه في برنامج هذه ما كانش كيتطرح هادشي بزاف الا سر حنا عينينا دابا في المغرب غنلقاو ان ظهور مجموعه المعاهد الرياضه منهم المعهد اللي كنتمي ليه هو معهد علوم الرياضه فاس كاين معهد ديال الرياضه ديال قنيطره كاين ديال سطات ولا رجعنا للنور كان معهد الملكي تكون الاطور معهد مولاي رشيد غير بوحدو. دونك فلاصا ولينا كنشوفوا هذا ما كيدل على ايش كيدل على ان كاين اون بريز دو كونسيونس ولا ولينا عارفين ان خصنا متخصصين ولينا علاش حيت حنا اون ميزي سوغ لو سبور دونك هادشي راه حنا شفناه دونك المملكه المغربيه ولات غاديه وعرفنا ان حيت بزاف الناس كانوا كيقول لك مثلا في كره القدم ديك راه غير جلده مدوره كنضربوها كتبقى غاديه وكتدخل في داك المربع دونك غتفيدنا الوغ من مور قطر فهموا ان المغرب تم التسويق ديال يعني كاين مجموعه الحوايج ربحناهم من غير ما كانوش باينين في داك الجلده اللي كدور داكشي علاش هذا الانخراط انا بان ليا ان هذه راه سي ان بو بوزيتيف دونك من هنا وقيله لواحد بضع سنوات نقدو ونخرجوا اخصائيين متخصصين. المشكل اللي عندنا في المغرب هو من نضرب في البحث العلمي ما عندناش مختبر ديال العلوم الرياضه مثلا في المغرب ما عندناش علاش حيت الشروط باش يكون عندنا مختبر ديال علوم الرياضه كاين واحد المعايير هذوك المعايير مازال ما عندناش خصنا اساتذه اللي يكونوا وصلوا لو ديرني غراد في التعليم العالي بي او اس في واحد التخصص معين وكيكون واحد العدد محدد باش نقدروا نصوبوا واحد لابوراتوار باش نقدروا نديروا فيه البحث العلمي. هادشي هو مشكل دابا ولكن من بعد انا متاكد انه غيتحل كما قلنا دابا مع علوم الرياضه ديال فاس ولا قنيطره ولا ديال سطات راه من دابا واحد بضع سنوات غيكونوا هادوك لا بيبينير ديالنا هي اللي كتهضر عليها ديما السي العالمي هي لا بحال اون بيبينير. دونك حنا راه كنوجدوا ناس واحد اخرين اللي غيوليو هما اللي غياخذوا بعين الاعتبار هذاك صحيح اخي لطفي علاش لانه دكتور لطفي بقوه الزمله اللي بيناتنا ويهضروا بحال كاين واحد المساله اللي هي مهمه هو ديال وحسب المعطيات اللي عندي مطروحه الان هو كاين مجموعه ديال المعاهد ديال الرياضه اللي كتفكر على انها تخلق مختبرات ديال البحث في مجال في الدكتوراه ديال علوم الرياضه واليوم راه مجموعه ديال الفرق ديال البحث اللي هما اساتذه تيشتغلوا على هادشي ربما في هذا الاصلاح البيداغوجي اللي غادي يجي في التعليم العالي تقدر تزيد تكون مختبرات ديال البحث في علوم الرياضه. ولكن اليوم هاد يعني هاد لا توندونس ديال المعاهد ديال الرياضه شنو هو التاثير ديالها يعني مستقبلا واخا في حقي اشرتي لها بواحد الطريقه يعني بسريعه ولكن شنو التاثير ديالها هاد الدور ديال المعاهد شنو التاثير ديالها اليوم انت كتقري في المعهد ديال فاس والتخصص ديالك هو التغذيه الرياضيه ولكن كاين حقوق معرفيه اخرى كان قانون الرياضه كان الاعداد البدني كاين لا بسيكولوجي كاين شنو الدور ديالها يعني كيفاش غيكون الدور او الامباكت ديالها مستقبلا. الوغ اول حاجه حنا كنعرفوا فاش اللي هضرنا على المغرب دونك هضرنا على التطور ديال الممارسه الرياضيه في المغرب الوغ ولا خصنا دي زونكادور سبورتيف ولا خصنا دي زونترينور ولا خصنا دي بريباراتور فيزيك واللي غيكون عندهم تكوين. حنا التكوين اللي كنعتمدوا عليه حاليا لا بالنسبه للمدربين لا بالنسبه للمعيدين البدني وكيكون هو التكوين ديال الجامعات التكوين اللي كيكون قصير المدى ديال كتاخذ لي ديبلوم ايتترا. الوغ المعاهد دابا اللي ما غنقريوش فيها غير ما هو تطبيقي كما كيطرا في الجامعات الرياضيه دونك كنهضروا على ما هو تطبيقي اللي كيقرا مثلا ديبلوم ديال الفوت اغلبيه الوقت كيقرا شي شويه ما هو نظري وكيخرج للتيران حيت اصلا غيخدم في التيران الوغ ما يمكنش نفرقوا ما هو نظري مع التطبيقي. حنا في المعاهد ديالنا كنربطوهم بجوج دابا مثلا في معهد علوم رياضه فاس عندنا مجموعه ديال ماشي مجموعه الاغلبيه ديال المواد كيتقراو في لونفي في ما هو نظري وما هو تطبيقي يعني فاش غيتخرج طالب من عندنا ولا من المعاهد الاخرى غالبا غيكون شادهم بجوج ما هو نظري باش غيسمح ليه انه يكمل في البحث العلمي ويقلب على المعلومه ويزيد القدام باش يزيد يدفع حتى هو في الرياضه المغربيه وفي نفس الوقت راه غيخرج يعني عنده الاسلحه ديال ما هو تطبيقي يعني الا مشى دار مثلا تكوين اخر على مستوى الجامعه الملكيه ديال الرياضه اللي كينتمي لها هو كون متاكد انه غتكون عنده اون فالور اجوتي اكثر حتى كيكون عنده تكوين ديال 3 سنين ماشي هو تكوين ديال شهر. دونك انا كيبان ليا هاد المعاهد
غتعطي قفزه نوعيه كنظن غتعطي قفزه نوعيه. المشكل اللي مازال عندنا هو ما عندناش حتى العدد الاساسي ديال المختصين هو راه قليل باش كون سوا كلير. دونك حتى العدد الاساسي ما عندكش شي رقم معين ما عنديش رقم صراحه ما عنديش رقم باش ما نعطيش معلومه خاطئه. ولكن عدد المختصين كنقول عدد المختصين كنهضر مثلا على المجال ديالي مثلا علوم الرياضه ما هو تدريب رياضي ما هو اعداد بدني شحال الاسره الجامعيه كتعرفوا لي مختص في علوم الرياضه قلال. علاش؟ واحد سي نورمال حيت الاغلبيه ديال الناس اللي كيكونوا مختصين في هذا المجال كتلقاه حامل لدكتوراه من دوله اخرى اولا كتلقاه داير كيجي خصو يدير لا فاليداسيون اكزاكتومون. دونك هنا كنلقاو ان واقيلا هذا الشيء غيتحل من بعد حيت ظهور هذه المعاهد هذه ما غتكون الا كما كنقولوا لو طرون بلان باش غي دونك غنحلوا هذه المشاكل ديال التخصصات. هو دائما في اطار التخصص سي لطفي هو هضرنا قبل قليل على البريباراسيون ديال ليسونس اللي كتوجدوا دابا نتوما اللي غادي يولي في النظام ديال التعليم العالي الجديد لان غتولي كما قلنا ما تبقاش ليسونس فوندامونتال ليسونس بروفيسيونيل ولا ماستر فوندامونتال ولا ماستر بروفيسيونيل. شنو هي المواد اليوم انت اللي خدام عليها؟ لان قلتي لي خدام على ليسونس اللي غادي تكون النظام الجديد يعني شنو هما المواد لي ماتيير اللي كاينين ومادا بينا نذكرهم لان مهمه. الوغ التغيير اللي كاين بعدا في هذه الليسونس اللي كنخدموا عليها حنا ولا التغيير اللي غيطرا في ديال الرياضه طبعا تنهضروا على العلوم الرياضه ولا ولكن التغيير واقيلا غيقوس جميع التخصص. ولكن حنا اليوم بغينا زعما نهضروا نقربوا المشاهدين من العلوم الرياضه. صحيح. دونك هلا اصلا حنا خدامين على اون ليسونس اللي غيكون مثلا العام الاول ديالها كنسميوها تخونكو ماجي دعم مشترك. هذا الدعم المشترك غي بدايه غنشدوا داك الطلبه حيت مازالين صغيورين يلاه خدا الباك يلاه غيبدا في التخصص كيكون ديجا حنا كن مع علوم رياضه فاس parmi les شروط ديال الالتحاق بالمعهد خصك تكون ديجا اتليت عندك الباسبور ديالك ايتترا دونك خصك تكون ممارس ودرتي لا كومبيتيسيون ايتترا باش كتكون عندك القابليه وداكشي اللي غنقريو كتكون ديجا عشتي غير كنربطو لك مع داكشي ما بين داكشي اللي عشتي وداكشي اللي غتقرا باش تقرا فيه. الوغ ما بين المواد اللي ضفت انا في هاد الاجازه الجديده هي مثلا لوبتيميزاسيون ديال لا بيرفورمانس كيفاش نزيدو من الانجاز البدني. دونك هادشي غيكون حتى السنه الثالثه خصو يكون قرا السنه الاولى قرا السنه الثانيه قرا باش يلاه يختار باش يكون يلاه عارف حيت فاش نهضروا على كيفاش ايفالوي ولا كيفاش نزيدو من الانجاز الرياضي عند الرياضي ما خصنيش نرجع باللور نبقى نشرح لك شنو هي الانجاز الرياضي تكون ديجا صافي. دونك زدنا مجموعه ديال المواد اللي غالبا غتكون تطبيقيه. وثاني حاجه التغيير اللي كاين في الاجازه هو ما غيبقاش داك البحث ديال التخرج وحده البحث ما غيبقاش وحده البحث التخرج وتعوض بمجموعه ديال لي موديول مجموعه ديال المواد اللي منهم مواد اللي تطبيقيه غيمشي بحال غيدير ستاج غيقرا في ماده وغيجي يدوز فيها امتحان. وعاد كاينين لي سوفت سكيلز مجموعه ديال اللغات اللي غتدخل في حيت التنميه تاع القدره ديال اكزاكتو. حيت لقينا وانا وياك راه هضرنا عليها قبيله قبل ما نبداو التصوير وكتلقى طالب فيما هو تطبيقي مزيان ولكن ما هو لغوي ما هو تلقى عنده مشكل. دونك انا كنخدم على هذه الاجازه اللي حنا دابا كنصوبوها زعما بشراكه مع الاخوان اللي معنا الاساتذه اللي معنا. دونك كنحاولوا نحلوا في هذه المشاكل. حنا علاش دابا فاس؟ دابا علاش فاس؟ الوغ فاس حيت فاس حنا بغينا نعتمدوا على المعهد والتكوين التكوينات اللي غيكونوا عندنا لاشعاع الجهوي لذاك الجهه حيت ما كاينش معهد ديال الرياضه. دونك هذاك المعهد هو اللي غيساعد في الاشعاع. ومن بعد فاش غنوليو بحث علمي ويولي عندنا مختبر وحنا راه كنخدموا على ان سنتر ديكسبيرتيز ليسونس دو سبور حاليا. دونك من غير المختبر ان سنتر ديكسبيرتيز فيها نقدروا نديروا به شراكات مع الفرق ومع الجامعات والعصاب اللي حدانا باش يولي مثلا اتليت او رياضي قد يجي عندنا يدير ليكسبيرتيز يعرف لي تيست ديالو ايتيتا. حنا غنستافدوا كبحث علمي حيت غيولي عندنا مجموعه ديال المعطيات اللي غنخدموا بهم. بيبليوتيك مزيانه فوالا بيبليوتيك تولي عندنا واحد البيبليوتيك ديال واحد لاباس دو دوني عندنا وهو راه يعطيوه نعطيوه مثلا مجموعه ديال المعلومات اللي ما كانش عارفها على الجسم ديالو ايتيتا. دونك حنا كنحاولوا نردوا الخدمه شي شويه بروفيسيونيل بيتيت. دونك حيت كما قلنا في التفاصيل يكبروا الشيطان هذوك لي ديطا حنا كنحاولوا ناخذوهم بعين الاعتبار. سي لطفي قبل ما نختموا عندي واحد سؤال بحق ثانوي هو في التخصص ديالك اليوم داخل اللجنه ديال التكوين والمشاهدين طبيعي الحال غادي يبغيو يعرفوا بعض التفاصيل لانه الانجاز اللي دار المنتخب المغربي اللي كينضاف لمجموعه الانجازات اللي كانت في رياضات اخرى سابقه اللي درنا في قطر واللي عطى واحد التحول بالنسبه لي انا واحد التحول واحد التصور جديد للتعامل مع الرياضه وعلى جميع المستويات وعلى مختلف انواع ديال الرياضه داخل هذه اللجنه ديال التكوين التابعه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تنظر على مع السي حكيم دومو الرئيس. شنو تيدار؟ لان راه الناس غتبغي تعرف شنو تيدار لان هي واحد السميه كبيره ولكن غنركزوا على التكوين. شنو تيدار اليوم؟ الوغ هنا ما قدوش نهضروا على التكوين زعما شنو كيدار بلي ديطاي. حنا بطبيعه الحال جينيرالمون دونك هضرتي على التجربه ديال وليد الركراكي. انا عطيك قلنا جوج تجارب ناجحه في كره القدم نهضروا بعدا على كره القدم هو وليد الركراكي وهشام الدقيق. هشام الدقيق الفوتسال وي انا ديما كنقول لهم وفاش كنديروا اجتماعات في ديك لجنه التكوين كنقول لهم الفو موديليزي. دونك هاد ما نردوهاش طفره
ما نردوش هشام دقيق اللي شد المنتخب كان في واحد المراتب متدنيه ولا قيل السادس ولا الثامن في الترتيب العالمي ديال الفرق. وليد الركراكي حتى هو دار واحد الخدمه اللي راك شفتوها. ما بغينا كان ديما كنهضروا عليها ما خصهاش تبقى طفره، كتبقى تبان بحال طفره شي حاجه جات وما تعاودش تعاود. لا لا، دونك جينيرالمون الفو موديليزي، نشدوا هذاك داكشي اللي دار وليد الركراكي ونحاولوا نحطوه الارض الواقع على شكل ديدوني، على شكل انباس ديدوني، باش نعرفوا شنو دار وليد الركراكي اللي ما قدوش يديروه ناس اخرين. كي دار تعامل كاين دابا كلشي كيقول لك النيه، كلشي كيهضر على اعطى الثقه. لا راه هذوك راه فاش كنهضروا على ديزاليمو سي ديدوني، خصنا نشدوهم ونحطوهم في الاخر باش نقدوا ديك التجربه ديالو، نديروا لها الاسقاط على بلاصه واحده اخرى، نديروا لها اسقاط على الاتليتيز، نديروا لها اسقاط على رياضات اخرى باش نحدوا نوضوا. حيت فاش كنقولوا انت تعرف هادشي اكثر مني، دخل لك شويه في المجال ديالك. حنا واش عندنا سياسه رياضيه في المغرب؟ عندنا سياسه كرويه بريت خدامه، مي سياسه رياضيه مازال شي شويه، حيت مع رياضات اخرى مازال. دونك انا في لجنه التكوين من من من, من حيت كل واحد عنده الكاسكيت ديالو، حنا ما كاسكيت ما هو بحث علمي، كنحاول نتقاسم. دونك انا مازال كن جو ديفون ليدي ديال ان خصنا نستافدوا من ديك التجربه ويفوا لا موديليزي، خصنا نعاودوا نحطوها سوف مدودوني. وراه هادشي اللي كنحاولوا نديروا، كنحاولوا نشوفوا اكزاكتومون شنو دار، شنو كان خصو يدير، شنو هادي باش نقدروا نحسبوا داك البروفيل اللي هضرنا عليه وداك التجربه. وا اكزاكتومون، دونك كما قلنا قبيله هو ان هذه المرحله هي مرحله التقييم، وهذا هو الاساسي في السياسه العموميه. تقييم واحد القطاع، واحد منهجيه كدير لها التقييم ديالها، وكتحاول ما امكن تبحث عن نواقصها والطوره، وهذا هو ما يسمى الان بالسياسه العموميه وحتى بالسياسه الرياضيه، لانه كيكون عندنا واحد الوضع معين كنديروا له التشخيص، كنديروا له التقييم. ما بقى لنا في سيروت في غير نختموا هذه الحلقه لان الوقت يداهمنا. كنشكروك على تلبيه الدعوه، واتمنى يعني ان يكون هذا الحق العلمي ديال التغذيه هو واحد المجال الخصب للبحث العلمي وتطوير الرياضه بشكل يعني افضل مما هي عليه اليوم. وشكرا بزاف سي لطفي، وكان نتمنى علينا نصادفوك ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله. شكرا. اش نقول لك، انا راه هذا الموضوع ديال التغذيه والرياضه راه موضوع زعما كيمتي هكاك، انا راه كنهضر عليه ديما في لقاءاتي في محاضراتي. كنتمنى من الله ان كما قلت لك هذه القضيه ديال البحث العلمي ناخذها بعين الاعتبار بشكل جدي فيما هو التغذيه وفي مجموعه المجالات واحده اخرى، حيت لا يمكن الاستغناء عن التغذيه والمجالات الاخرى للانجاز الرياضي. كنتمنى اننا نكون دوزنا ميساج اجوردي دونك باش سلوت في ميرسي بوكو. اذا نستودعكم الله والى لقاء في حلقه قادمه من برنامج الزاويه 90.